أخي في قصيدة راح ألقيها إلقاء، وهي تتمثل بأطفال الحجارة، إنه آخر بأحدى المعارك اللي خاضها شعبنا جابوا الصهاينة أحد الشهداء وهو موضوع في كيس، ولما سلموه إلى أهله فتحوا أهله الكيس، فوجد لما فتحوا الكيس دفق الدم من الكيس، فلما تدفق الدم الطاهر قام أخوه وتوضأ بدمه، وقامت أخته وحنت شعرها من دمه، وأقسمت إلا تأخذ بثاره، وفي ثالث يوم هي اللي طعنت الجندي الصهيوني باللد وقتله. فهاي القصيدة مستوحاة من الحاكم. Das ist hier, was Abu Arab jetzt erzählen will. Das ist ein Gedicht. Es ist im Zusammenhang der letzten Auseinandersetzungen in den besetzten Gebieten, dass ein Palästinenser erschossen ist und in einem Sack nach Haus transportiert wurde. Seine Familie hat das, den Sack aufgemacht, da kam das Blut von dem Sohn raus. Und da hat seine Mutter und seine Geschwister sich mit seinem Blut gewaschen. Und die haben ein Eid auf sich gemacht, dass sie mit seinem Blut rächen werden. Und der beste Beispiel ist, oder es ist kein Beispiel, und es ist der Tatsache, dass seine Schwester den Soldaten im Lüt, mit einem Messer gestochen hat. يا نقب يا نقب حرك رمالك وقول للمحتل يرحل، قل له شعب الأرض يغلي يغلي كغلوة المرجل، أنجبت أرضي الحبلة جيل من دم وتجدل، أنجبت جيل الحجارة بالدمع يبذل ما يبخل، يا أرض نحن حجارك نحن صخرك والنبات، اطلبينا توجدينا توجدي منا الثبات، يا أرض أهلك نشامة أعطوا للدنيا آيات، والحياة بظل غاصب بئس منها من حياة، يا أرض أهلك نشامة من كهول ومن صبايا مشوا في دربك ضحايا، ما يهابون المنايا كل بيت وكل شارع كل كنيسة وكل جامع، يحضروا والكون سامع واسمع الطاها ينادي وصوت عيسى بالمغارة، ارجموا إبليس يهلي وزيدوا من رجم الحجارة، هذا درب الثورة فعلا درب واضح مش إشارة، والنضال الحر ما بده شهادة واستمارة. قاتل يا شعبي مدام خرسان المدافع، كم صبرنا ع قدرنا والصبر ما عاد نافع، حاجة تبكوا يا نذال وفروا سيل المدامع، كل ما تبكوا تزيدوا يزيد صهيون المطامع، حاجة تبكوا يا نمر ع لقاع المؤتمر، انخزى قحطان فيكو. حاجة تبكو يا نور ع لقاع المؤتمر، انخزى قحطان فيكو، وحتى غسان ومضر يكفى تترجوا أمريكا، وفروا تعاب السفر، كل تنازلكم كل تذللكم ما يسوى طفل وبإيده حاجة.
حجر. اشهدي يا دنيا عنا، اشهدي يا دنيا عنا، اشهدي والكون يشهد على الطالب على العامل بصدر عاري مجرد، على الطفل وامه حده ولسانها للوطن زغرت. ارمي خصمك يا حبيبي بصوت كالبارود ردت، اطعن بخنجر ابوك هاللي في يافا استشهد. انا خلفتك فدائي لوطن كله مهدد، انا خلفتك لارضك عظلم غاصب تمرد. ارمي لتهاب الملية وانا امك يا محمد. ارمي لتهاب المنية، الموت من الله مقدر. ارمي لتهاب المنية، الموت من الله مقدر. وشوف عمك حد منك وجهه من دمه معفر، والاخت تنخى اخوها وحلت الشعر المضفر، واخوها بمقلاعه عم بقاتل بالمجنزر. ظل يرمي بالحجارة، استشهد بأرضه الغضنفر، تحنت بدمه وصبغت شعرها من دم أحمر، واكسمت توخذ بثاره لو دسوها بالمجنزر. شوف أهلك، واكسمت توخذ بثاره لو دسوها بالمجنزر. شوف أهلك في مدنهم في قراهم مخيماتي موج تسخر غزة، حتى الشجعية مع بلاطة، حتى عسكر والدهيشة الجلزون بيت سحور. دمروا بيوت اليتامى وشعب صامت ما تدمر، كل هالدنيا بتشهد شعب بن أيوب أصبر. واسمع تشهد شعب من أيوب أصبر، واسمع الطاها ينادي وعنزو